بعيدا إلى حيث السمو، تأخذك معها هذه الموسيقى الكلاسيكية الرومانسية، تخاطب الروح والوجدان وتسرق قلبك دون استئذان. فعجبا، عجبا لسحر هذه الأوثار. لم يكذب من قال إن الموسيقى غذاء، غذاء للروح والوجدان. الجمهور ديال الفيستيفال ديال الصويرة عنده واحد ليكوت بارتيكولير، لان بزاف ديال انواع ديال الموسيقى تيدوزو في هذا المهرجان. كاين الاندلس، كاين القناوه، كاين جاز، كاين كلشي، واذا تعرفوا يسمعوا. اذا انا لي زارتيست ملي تيجيو يلعبوا هنا تيمشيو دائما فرحانين، حيت تعرفوا بان الجمهور المغربي والجمهور السويري تعرفوا يتصنتوا، تعرفوا يسمعوا الموسيقى وتيحبوا بزاف هذه الموسيقى. ربيع موسيقى الأليزي بالصويرة في دورته 12 وفى بوعده بأن تكون فقراته معانقة دائما للعالمية. أين ذهبت سيدتي؟ وأنت سيدي، هل فعلت الموسيقى فعلتها في أن تسمو بروحيكما؟